بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم لحظة صفا. وإحنا في اليوم الثاني من أيام شهر رمضان المعظم، وما زلنا في أجواء البهجة والسرور والفرح والاستقبال الحافل لهذا الشهر الكريم اللي بيفكرنا بكل معنى جميل وبكل معنى فيه أنس بالله. أيام كريمة تملأ القلب فرح بالله ورسوله، تجمع قلوب العباد على الله، وتجمع قلوب العباد على الكرم والجود والشعور المتبادل ببعضنا البعض، تملأ وتحرك في نفوس الناس أشرف ما فيها من معاني الكرم والإنسانية والصفح والمسامحة والصدق والتهذيب والأدب. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن عدة حاجات ارتبطت في أذهاننا بشهر رمضان، وقلنا إنه رمضان ارتبط بالقرآن الكريم، رمضان ارتبط بالكرم، رمضان ارتبط بالأدب والتهذيب، رمضان ارتبط بالدعاء، رمضان ارتبط بالتقوى، ارتبط باليسر، ارتبط بالكمال، إلى آخر المعاني الجميلة والعلوية التي ارتبط بها شهر رمضان. وبدأنا ناخد في كل حلقة حاجة من الحاجات اللي ارتبط بها شهر رمضان ونبدأ نوسع الكلام فيها ونعيش الجو بتاعها. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت أول يوم من رمضان امبارح على طول، اتكلمنا عن ارتباط شهر رمضان بالقرآن الكريم، واتكلمنا شوية في هذا المعنى، وقلنا ان احنا عايزين في أيام شهر رمضان نمتزج بالقرآن ونتشرب القرآن حتى يسري القرآن في وجداننا وفي ألسنتنا كسريان ماء الورد في الورد، زي ما سيادتك بتسقي الزرع فالمية بتروح فين في الزرع؟ تتشرب كل ذرة من ذرات هذه النباتات، تتشرب المياه. احنا عايزين القرآن يسري جوانا بنفس الطريقة كده. النهاردة انا هكلم حضراتكم عن ارتباط جديد من ارتباطات شهر رمضان. ارتبط شهر رمضان واقترن وامتزج وبقى كده يعني ملازم دائما لمعنى الكرم. يبقى النهاردة ارتباط رمضان بالكرم، يعني الإنسان إذا كان كريم في كل أوقات السنة، ده المفترض إنه هو يجي في شهر رمضان ويبقى إيه بقى؟ مش كريم بس، يبقى أكرم. أنتوا مش أخدين بالكم وفاكرين الحاجة اللي إحنا ختمنا بيها الحلقة اللي فاتت لما بدأنا نتتبع آيات القرآن اللي فيها كلمة الأقوم والأحسن والأقرب والأتقى والأزكى والأهدى والأكبر والأبقى والأطهر والأكرم. ده احنا عمالين نتكلم على انتقال الإنسان من كل معنى جميل إلى كل معنى أجمل، وده فصلناه في الحلقة اللي فاتت. إذا كان الإنسان كريم طوال أيام السنة، يبقى جاءت الفرصة في شهر رمضان إنه يزداد كرم فيبقى أكرم. إذا كان الإنسان ولا مؤاخذة يعني ماهوش كريم في بقية أيام السنة، يبقى جات الفرصة أنه هو يتحول إلى إنسان جواد وإنسان كريم وإنسان سمح ومعطاء في شهر رمضان. يبقى دعوة إلى كل من لم يكن يألف من نفسه الكرم من قبل أنه يتعود الكرم في شهر رمضان، أما اللي ربنا رزقه سخاوة النفس وتعود أنه يبقى كريم في عموم أيام السنة، جاءت الفرصة أن يزداد من الكرم في أيام رمضان. فين الحديث اللي يبين ارتباط شهر رمضان بالكرم؟ اسمع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. يبقى إذن هذا الحديث اللي بيبين إنه وإن كان الكرم محبب ومحبذ في كل أيام السنة، لكن الكرم بقى في شهر رمضان له مذاق آخر وله معنى تاني تماما. يبقى إذن الارتباط الثاني بعد ارتباط رمضان بالقرآن هو ارتباط رمضان بالكرم. ارتباط رمضان بالكرم دي يا جماعة معناها إنه جاءت الفرصة للإنسان أن يتحول إلى نبع من العطاء. وخلي بالي سيادتك إنه الكرم يعني جاءت فيه أحاديث وجاءت فيه آيات تصف معاني عجيبة. اسمع كده الحديث الشريف عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة
واحد جاي واحنا قاعدين مع سيدنا النبي، الراوي الصحابي بيقول كده، احنا قاعدين مع سيدنا النبي اذ جاء رجل على راحلة فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا. يعني واحد جاي وهو راكب على ظهر جمل ولا حصان وواقف كده وعمال يبعد وشه كده من الناس كأنه مش عايز حد يركب معاه. أم سيدنا النبي أول ما شاف المشهد قال: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يعني يا جماعة اللي يجي منكم هو راكب على ظهر جمل ولا حصان ولا أي مكان ويشوف واحد من الناس اللي موجودين محتاج ومش قادر يعني يمشي معانا على رجليه، ياخد حد معاه، يركب معاه حد، يخلي نفسه سخية شوية، يخلي خلقه واسع شوية، يبقى من كان له فضل ظهر، يعني اللي عنده راحلة أو حاجة ينتقل بيها أو دابة من الدواب وفيه مسافة فضلة معاه، ياخد حد معاه، يكون كريم بهذه الصورة. من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. أم سيدنا أبو سعيد الخدري يقول: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. يعني كدنا نتصور أنه أي حد معه حاجة زيادة ما يبقاش أحق بيها ويبقى من المحبب أنه يخرجها للناس. واسمحوا لي نكمل الكلام حول هذا المعنى ولكن بعد الفاصل. أهلا وسهلا ورجعنا لحضراتكم، وما زلنا نتمنى أن يجعل الله تعالى الأعمار والأيام والأوقات كلها لحظة صفا، ونكمل الكلام معا في هذا المسار الكريم والنوراني في أيام شهر رمضان المعظم. كنا قبل الفاصل بنقول الحديث الشريف، قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر يعني زيادة فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. أم أبو سعيد الخدري يقول لك: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. إيه معنى الحديث؟ إنه لما يقول لك فذكر من أصناف المال ما ذكر، يعني كأنه سيدنا النبي لم يقتصر فقط على أن يقول من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ما اكتفاش إنه يقول من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، بل ما زال عليه الصلاة والسلام يذكر كل وجوه المعيشة، يعني كأنه بيقول من كان له زيادة في ماله فليعد به على من لا مال له. عندك فلوس فيها كفاية أمور حياتك وفيها زيادة كمان، طلع من الزيادة للإنسان اللي ما معهوش. من كان له فضل ثياب فليعد بها على من لا ثياب له، يعني عندك هدوم زائدة عن حاجتك وفي حاجات كتير مش بتستعملها، طلعها للإنسان اللي ما يقدرش يشتري حاجة زي كده. من كان له فضل من علم فليعد به على من لا علم له، من كان له فضل من زراعات ونباتات وثمار موجودة عنده فليعد به على من لا ثمر له. وما زال عليه الصلاة والسلام يذكر من صنوف المال لحد ما سيدنا أبو سعيد الخدري بيقول لك ما زال يذكر ويدعو الناس إلى شدة الكرم والجود والسخاء والعطاء لحد ما بدأنا نتخيل يا سلام، كأنه بدأنا نقول كده يا خبر، ده كأنه ما فيش حد معاه حاجة زائدة عن احتياجاته ويكون أحق بيها، يخرجها على طول للناس. مش معنى كده أنه الإنسان حيطلع كل اللي تحت إيده، بس بيقول لك خلي عندك سعة، خلي عندك جود، خلي عندك سخاء نفس، أنفق قد ما تقدر، قدر ما تستطيع، قدر ما تسمح به نفسك، ووسع من طاقة النفس شوية في الكرم والعطاء. طيب دي حاجة. الحاجة التانية، تعالوا كده ناخد جولة كده مع الآيات الكريمة. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين
إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون. يعني سيدنا إبراهيم كان آية في الكرم. قال تعالى في الآيات الكريمة للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى ارتبط شهر رمضان بالكرم. خلي بال حضرتك من حاجة تانية بقى، الكرم ده مهوش بس فلوس، الكرم مهوش بس أموال أبدا، الكرم معنى تاني أعمق من كده وأكبر قوي من كده. الكرم في حقيقته معنى نفسي، طاقة نفسية بتملأ وجدان الإنسان فيلاقي نفسه لين هادئ سهل يستطيع أن يبذل ويبذل ويعطي. دي مش بس من الفلوس، من حلمه ومن خلقه ومن كرمه ومن سعة صدره ومن حفاوته بالناس من حوله. يستطيع الإنسان بهذه الطاقة النفسية اللي مليانة كده سعة ولين وجود ومليانة رضا ومليانة عطاء ومليانة محبة للناس، يستطيع الإنسان أن يكون كريما بمشاعره، أن يكون كريم بعواطفه، أن يكون كريم ببشاشة وجهه، أن يكون كريم بابتسامته، إنه يكون كريم بتحمله لما يضايق الإنسان ويؤذيه، إنه يكون كريم في البيع والشراء، ما يتعاملش مع الشخص اللي بيشتري منه بمنطق المضايقة وكل واحد يضايق التاني ويحاول أن ينتزع من الآخر قد ما يقدر. خليك كريم. حتى سيدنا النبي بيقول رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. يعني خلي عندك هذه السماحة واليسر والكرم عند البيع، نمرة 2 عند الشراء، نمرة 3 عند التقاضي. انت عارف عند التقاضي دي معناها ايه؟ معناها انه الناس اتخنقت مع بعض ووصلوا الى المحاكم، ومع ذلك بيقول لك حتى عندما تختلف النفوس. تختلف النفوس دي معناها انه كل واحد بقى متضايق من التاني، بيحاول انه يوجع الاخر، بيحاول انه يضايق الاخر قد ما يقدر. ام سيدنا النبي بيقول لك في مثل هذه اللحظة التي تبرز فيها شراسة النفس، اوعى تعمل كده، خليك سمح، كن سمحا في التقاضي. يعني حتى لما تختلف وتصل الى سيادة القاضي علشان يحكم بين حضراتكم، يعني وصلنا للمحاكم هو مع بعض، ام سيدنا النبي يقول لك خليك سمح في مثل هذا الموطن. إياك أن تستسلم للنفس وتترك النفس تبقى في منتهى الحدة وفي منتهى الشراسة وفي منتهى الغضب والنرفزة والانفعال أبدا. طهر نفسك من كل هذه المعاني والطاقات السلبية حتى تستطيع أن تكون سمحا وأن تكون كريما بمشاعرك وبسعة صدرك وبسعة خلقك وبسعة وجهك مع الناس. واسمحوا لي نكمل ولكن بعد الفصل. أهلا وسهلا ورجعنا لحضراتكم، وما زلنا نتكلم في ارتباط شهر رمضان بالكرم. وكنا بنقول قبل الفاصل اوعى تظن انه الكرم بس كده فقط فلوس، أبدا والله، وإن كنت كريما بالأموال بس في معنى تاني أكبر من كده وأعمق يجعلك كريما في كل شيء، كريما بعلمك وكريما بحلمك وكريما بساعة مجلسك للناس وكريم ببسط وجهك وكريم بمشاعرك وكريم بصفحك عمن أساء إليك وكريم برضو بالفلوس وكريم بالملابس اللي موجودة عندك وكريم كده في عطائك المعنوي وفي دعمك للناس وفي تشجيعك ليهم وفي إنقاذ الناس من الإحباط والحزن والكآبة والضيق، كريم كده في التجارة وفي البيع والشراء وفي الأخذ والعطاء، كريم في التقاضي، كريم في تعاملك مع الناس في الشارع، ما تضيقوش على بعض وتضايقوا بعض وتثقلوا على بعض وترهقوا بعض، ما تبقاش كده كريم وإن كنت بتعطي فلوس، لأنه الكرم في الحقيقة مشاعر فياضة، روح عالية، أفق واسع، قلب متسع للكل، يستطيع أن يشعر الناس بالكرم ولو كان ما معهوش فلوس. ولذلك جه سيدنا النبي في الحديث الشريف العجيب الذي ما زلت أطرب وأفرح كلما ذكرته، حديث من أعجب ما يمكن، قال صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم،
يعني اوعى تفتكر انك انت هتقدر مهما كان عندك فلوس انك هتقدر تكرم الناس كلها بفلوسك، مهما كانت الفلوس الامر اكبر من كده، والناس اوسع من فلوس اي انسان. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: انكم لا تسعون الناس باموالكم لكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. يا سلام، بقى هو ده اللي نقدر نسع به الناس جميعا؟ اي والله هو ده المعنى اللي نقدر نتسع به للخلق كلهم. بل يعني مهما كان معاك فلوس ومهما انفقت مش هتقدر تتسع للخلق كلهم بالفلوس، لكن تقدر تتسع للخلق جميعا ببسط وجهك وبحسن خلقك. يعني خليك مهذب، خليك رفيع التعامل، خليك نبيل، خليك انسان كده جواد، خليك انسان متعفف مترفع عن الدنايا وعن الامور الصغيره. انكم لا تسعون الناس باموالكم لكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. ده الحاجه اللي تقدر تستوعب وتتسع بها الناس جميعا. وخلي بالك من هذا الكلام النبوي المحمدي العظيم: انكم لا تسعون الناس باموالكم لكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. يعني كانه يعلق همه الانسان انه يقدر يستوعب ويسع الناس جميعا ببسط وجهه وحسن خلقه. يعني كأنه بيقول لك 7 مليار إنسان اللي على ظهر الأرض تقدر تتسع ليهم ببسط الوجه وحسن الخلق، مش بس 100 مليون مصري، مش بس جيرانك وزملائك وأصحابك والناس اللي حواليك، مش بس زوجتك الكريمة في البيت ولا أولادك. يا جماعة، إنكم لا تسعون الناس بأموالكم لكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. ولذلك الشاعر زمان كان بيقول: اوعى تفتكر إنه الكرم إنك بس تجيب الأكل والضيافة للضيف، لا، المعنى الأوسع من الكرم إنك ترحب وتتهلل وتفرح وتشعر الضيف بإنك بتكرمه عن حب وبإنك عظيم الحفاوة بيه. المشاعر التي تصل إلى الإنسان بإنك أنت فرحان بوجوده وتتهلل لوجوده أكبر بكتير من الإكرام بالأكل. قوم الشاعر يقول إيه: إذا الضيف وافى منزلا لك قاصدا قراك. القرى بكسر القاف، غير زي كلمة القرى، القرى جمع قرية، بس القرى بالكسر ما يقدم للضيف من الطعام. ويقول الشاعر: إذا الضيف وافى منزلا لك قاصدا قراك وألقته لديك المسالك، فكن باسما في وجهه متهللا وقل مرحبا أهلا ويوم مبارك، فقد قيل بيت سالف متقدم تداوله زيد وعمر ومالك، بشاشة وجه المرء خير من القرى فكيف بمن يأتي به وهو ضاحك. يبقى إذن يا جماعة الكرم في الحقيقة كرم النفس، كرم المشاعر، كرم الطبع، كرم القلب، اللي يبقى من آثاره إنه الإنسان يبقى كريم بالفلوس وكريم بالأموال. طيب، يبقى إذن أنا كنت حريص أنه بس نوضح النقطة دي، إن إحنا في شهر رمضان الذي ارتبط بالكرم وارتبط قبل كده في الحلقة اللي فاتت بالقرآن. أنا عايز رمضان يفكرك دايما بالكرم، والكرم مش بس كرم الفلوس والأموال، ده كرم النفس. لما تبقى سيادتك مدير في الشغل، ولا تبقى سيادتك صاحب ورشة، ولا تبقى سيادتك صاحب مكان من أماكن العمل، ولا تبقى أستاذ في المدرسة ولا أستاذ في الجامعة، ولا محامي ولا صحفي ولا تاجر ولا نجار ولا وزير ولا غفير ولا كبير ولا صغير، أي مكان، أرجوك اجعل كل الدائرة المحيطة بك واللي بتحتك بيك اجعلها دائرة كرم. يا جماعة يعني خذوا من الكرم قدر ما تستطيعون. واللي مش معاه فلوس مش شرط يا سيدي، ما هيش قضية فلوس، خليك كريم في نفسك، خلي خلقك واسع، اتسع للناس. ده رب العالمين في أول القرآن بيعلمنا ان احنا نستوعب العالمين، بيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. يعني كأن الله يغرس في وعي الإنسان من أول قراءته للقرآن الكريم أن يتسع خاطره للعالمين. إنكم لا تسعون الناس بأموالكم لكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. يبقى إذن الكرم كرم الروح والمشاعر التي هي أحد أشرف المعاني التي يحركها بداخلنا شهر رمضان. واسمحوا لي نكمل الكلام ولكن بعد الفاصل. اهلا وسهلا، ورجعنا لحضراتكم، وكنا بنتكلم في الحلقه النهارده عن انه القران الكريم له ارتباط عظيم جدا بشهر رمضان،
ومن الحاجات اللي مرتبطة ارتباط وثيق قوي بشهر رمضان هو معنى الكرم. يعني زي ما تعودنا في كلامنا الدارج ان احنا نقول يا اخي ده رمضان شهر القرآن، انا ارجو ان حضراتكم تتعودوا كمان تقولوا يا اخي ده رمضان شهر الكرم. والكرم مش بس كرم الفلوس، ده كرم المشاعر وكرم النفس وكرم العقل وكرم الروح والسلوك واللسان، وكرم اللسان وتعفف اللسان. يبقى إذن رمضان هو شهر الكرم. كان في واحد من علماء الهند عالم جليل وله بحوث جليلة حول القرآن الكريم، ألف كتابا اسمه نظام القرآن. نظام القرآن يعني إزاي القرآن الكريم له طريقة في الصياغة والتعبير، هكذا أنزله الله وتخير ألفاظه المشرفة، فيه نسق بيبني. القرآن الكريم له نظام في التعبير وفي إلقاء المعاني الشريفة في الأنفس، عامل كتاب كده بديع اسمه نظام القرآن. وهذا العالم الهندي الجليل اسمه الأستاذ الشيخ عبد الحميد الفراهي. الشيخ عبد الحميد الفراهي كان في يوم من الأيام بيقول يا ترى، يا هل ترى ليه ربنا اختار العرب من بين الأمم حتى ينزل عليهم الإسلام؟ يعني ليه سيدنا النبي لم يبعث في الروم ولا في الفرس ولا في الصينيين ولا في الهنود ولا في بقية الأعراق والشعوب الكريمة والمقدرة والموقرة؟ ليه بعث بين أظهر العرب؟ ليه ربنا أنزل هذا القرآن على العرب وخلاهم هم اللي ينطلقوا به إلى العالمين؟ بدأ الأستاذ الشيخ عبد الحميد الفراهي يفكر في الحكاية دي، فبدأ يصل إلى أن القرآن الكريم نزل والإسلام نزل بين العرب لأن العرب اتصفوا بصفتين عظيمتين، الصفة الأولى الصدق والصفة الثانية الكرم. يبقى أساس تعامل الإنسان مع الإسلام بالصدق والكرم. تخيل المعنى العجيب ده. وبدأ يقول المعنى ده له فلسفة وله أساس. إيه يا ترى الأساس بتاعه؟ إنه الإسلام وهذا الشرع الشريف قائم على العبادات والمعاملات. العبادات زي إيه؟ زي الصلاة، زي الصوم، زي الحج، زي النوافل والرواتب وما أشبه من العبادات. يبقى دي اسمها عبادات أهو. نمرة اتنين، القسم الثاني من أقسام الإسلام المعاملات. المعاملات اللي هي زي إيه؟ زي العقود، زي البيوع، زي الزواج، زي الرضاع، زي النفقة، زي الشفعة، زي الرهن، زي السلم، غير كده من أنواع العقود وصور المعاملات بين الناس اللي هي من قبيل البيوع والتعاقدات والمعاملات وما أشبه. يبقى إذن الإسلام إما عبادات وإما معاملات. مدار العبادات على الصدق ومدار المعاملات على الكرم. الله، ده يبقى فعلا معنى جميل ومعنى له منطق مقبول. جعل الله الإسلام عبادات ومعاملات، الأساس والجزر اللي تنبني عليه العبادات الصدق، والأساس والجزر اللي تنبني عليه المعاملات الكرم. فلما أن كانت العرب موصوفة بالصدق وبالكرم، جعل الله الإسلام أول ما ينزل على هذه الأمة، لأن الصدق هو اللي بيجعل الإنسان ينجح في أداء العبادات. يعني الصلاة أساسها الصدق، الصيام أساسه الصدق، الحج أساسه الصدق، إنه الإنسان يكون صادق. ولذلك رب العالمين يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طب والكرم؟ يبقى أساس التعامل في البيوع هو الكرم، أساس التعامل في التجارات هو الكرم، أساس التعامل في الزواج هو الكرم، أساس التعامل في أمور النفقة هو الكرم. ولذلك رب العالمين حتى وهو بيتكلم عن الفراق والطلاق يقول لك ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني يا جماعة تعاملوا بالفضل وليس بالعدل، تعاملوا بالكرم. يا أيها السادة المستمعون الكرام، رمضان كله عبارة عن لحظة صفا. رمضان بيملأ النفوس بهذه اللحظات اللي مليانة أنس ومليانة سكون ومليانة صفاء خاطر. خلوا شهر رمضان كله لحظة صفا، أزيلوا من النفوس ومن القلوب كل معاني الكراهية وكل معاني الشحناء وكل معاني الشح والبخل والحرص والإمساك. خلوا شهر رمضان شهر كده بذل وجود، خليه شهر كرم، خليه شهر عطاء، خليه شهر خلق واسع، خليه شهر يمتلئ فيه الإنسان سعة للناس. خليك واسع مع الناس، خليك صاحب جود.
يبقى إذن قلنا إنه رمضان مرتبط بالكرم. تعالوا ناخد بعض الأحاديث النبوية اللي تشير إلى قضية الكرم، وأن المصطفى صلى الله عليه وسلم عود الناس وعلم الناس شدة التعلق بمعنى الكرم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحديث الآخر عن عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني أكثر من البذل والجود والكرم والعطاء، لأن كل حاجة من الحاجات دي تحميك من نيران الجحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. ما حدش أبدا على الإطلاق طلب حاجة من سيدنا النبي وسيدنا النبي قال له لا. ولذلك كان سيدنا حسان بن ثابت وهو يمدح الجناب النبوي الشريف يقول: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم نعم ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم. الحديث الشريف: سئل صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يعني كرم في كرم وجود في جود. ندعو الله جل جلاله أن يجعل أيامنا وأيامكم كلها لحظات صفاء وأنس وفرح بالله، ونكمل المسيرة مع حضراتكم في حلقة قادمة. وإلى ذلك الحين أترككم في أمان الله.